السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا يا ريت تعمل لايك حالا للفيديو، اللي بيتابعنا أول مرة اشترك معانا بالقناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الدولي لكره القدم بيخرس كل الالسنه، اللي مش فاهم يسكت ويركن على جنب. الكابتن حسن مصطفى كانه عرض حلجي بالنسبه للناس الجاهله، قاعد عمال يبعت دعوات ويكلم انديه ويرسل لانديه، وكان اتحاد الدولي لكره القدم دي ما فيهوش غير غرفه حسن مصطفى، مش فيه لجان وفي لجان منظمه وفي ناس مسؤوله عن بعتوا للاتحادات والانديه وينسقوا معاهم. كان الكابتن حسن مصطفى هو اللي ماسك مفتاح كل حاجه في جيبه يعني، منتهى هنيجي الكلام ورد الدكتور حسن مصطفى على بعض الجهلاء والاغبياء. لكن خلينا نتكلم الاول ونوضح حاله محمد الشناوي اللي كنت اتكلمت عن حضراتكم مع حضراتكم في الفيديو السابق بخصوص محمد الشناوي، الكلام اللي طلع والمؤامرات وفلان واصل عصام الحضري خبطه مش عاوز يلعب، اصل عصام اصل بطاطس اصل كلام مؤامرات، عايشين جو مؤامرات. كابتن وائل جمعه قال لك ان محمد الشناوي النهارده خضع للاشعه مرتين بعد اصابته في مران امس استعدادا لمباراتي ليبيا، واشعه اخرى صباح اليوم، يعني عمل اشعه بإشاعتين امبارح والنهارده إشاعة صباح اليوم وجاهز للتدريب اليوم، والراجل سليم وتمام وزي الفل مفيش أي مشكلة، عكس ما روج ليه بعض الصحفيين إنه إن الشناوي عنده مشكلة وربما تحدث مفاجآت، وعكس ما روج ليه البعض من محبي الأجواء المؤامرات، وصل فلان دخل عليه عوره، وصل فلان شاط عليه الكرة شحوره، وصل فلان مش عارف عمل إيه بقى. إيه عملنا يا إخوانا؟ مش كده يعني، خلينا هادين شويه يعني. لكن تعالوا بقى زي ما بقول لحضراتكم قصه الدكتور حسن مصطفى والناس المتخلفه اللي بتهاجم الدكتور حسن مصطفى. اولا الدكتور حسن مصطفى اتكلم بخصوص الدعوات لصحيفه او موقع العين الاماراتيه الرياضيه، رئيس الاتحاد الدولي كلام منسوب على موقع العين الرياضيه الاماراتيه. قال لك ايه الدكتور حسن مصطفى؟ قال لك أنا قمت بدعوة بعض الشخصيات لحفل افتتاح مونديال اليد بصفتهم ضيوف رئيس الاتحاد، وده بروتوكول معمول بيه اتحاد كرة اليد ومش أول مرة يعملها يعني. لو كان في مشكلة أو كان فيها غضاضة كان الاتحاد الدولي لكرة اليد والأعضاء كانوا حاسبوه قالوا لهم مش سبهللة، لكن من حقه، هذا يسمح به الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد من حقه إنه يدعو أشخاص سواء أصدقاء أو رموز أو شخصيات عامة أو أشخاص ضيوف اسمهم ضيوف رئيس الاتحاد. قال لك رئيس الاتحاد، هنا بقى الأهم، رئيس الاتحاد مش منوط بدعوة الاتحادات أو الأندية لأي حدث، أنا مش أنا اللي بدعو الاتحاد، في لجان هي اللي بتتواصل مع الاتحادات والأندية وتنسق مع وفود وتنسق في انا ماشي كل واحد. انت يا عمي بعت للزمالك النهارده؟ طب اخش انت بعت لبرشلونه النهارده؟ انت بعت ايه يا عم انت؟ احنا في ايه؟ قال لك الاتحاد الدولي لكره القدم بيقدم الدعوه للاتحادات المحليه فقط، والكلام ده انا قلته لحضراتكم النهارده وضربت مثل بالاتحاد الدولي لكره القدم. الاتحاد الدولي او الفيفا ما كلمش النادي الاهلي، ما عادش دعوه النادي الاهلي. قال له تعالى، او كابتن محمود الخطيب تعالى احضر كاس العالم للانديه في قطر. لكن عملوا ايه؟ الاتحاد الدولي دعا احمد مجاهد، دعا الاتحاد المصري للكره لحضور فعاليات علشان كده قلت حضراتكم الاتحاد الدولي اذا كان هيدعو الاتحاد المصري لكره اليد. طيب مين اللي بيدعو نادي الزمالك؟ قال لك بقى اللجان المنظمه للبطوله. اللجان المنظمه للبطوله بتنسق مع الانديه المشاركه. اللجان، انما اللي طلع حسن عندي مش في بيتك عشان تدعو فلان وعلان. لما يكون عيد ميلادك مش عارف ايه واحد تاني تافه يقول لك مش حنه هي ام شيماء علشان تعمل كاني ومان، يعني منتهى التخلف. واتمنى ان ميدو يكون عنده الشجاعه يوضح، يا جماعه مش كل حاجه حسن مصطفى، هشام نصر مش حسن مصطفى، الخطيب راح في حسن مصطفى، دعوة كاس العالم حسن مصطفى، حسن مصطفى، يعني هنا يدينه حسن مصطفى
وهناك يدينوا مصطفى مراد فهمي وفي عيسى حياته فوق، يسيبوا لكن هنا نسيب اللي تحت ونمسك في خان حسن مصطفى. يا عم مش كل حاجه حسن مصطفى، هو حسن مصطفى في الاتحاد ده هو الوان مانشو، الوان مانشو هو يعني عرض الرجل اللي بيعمل كل حاجه، هو اللي بيدعو الاتحادات ويدعو اللجان ويقوم بدور اللجان ويقوم بدور اللجان المنظمه ويدعو الانديه ويدعو الاتحادات ويدعو الضيوف ويدعو يا عمي. فهو كلامه، لكن ده عند الناس اللي بتفهم هيقتنعوا كلامه، كلام حسن مصطفى بيخرس كل الاجسام. الاخ حسين نبيل بيقول لك ايه بقى؟ والله انا كنت هروح لنادي، هروح البطوله بصفتي رئيس نادي الزمالك، كنت هحضر بطوله كاس العالم لليد بصفتي رئيس نادي الزمالك، لكن بظروف خاصه ما قدرتش اروح يعني. الا لكن انا ما جاتليش دعوه، انا ما جاتليش دعوه من اي حد، لا دعوه رسميه ولا دعوه حتى شفهيه، مع احترامنا يعني، هم نسقوا مع نادي الزمالك يبعتوا دعوه، او زي ما قال حسام النصر رئيس اللجنه المنظمه بعت من المستحيل اننا ما نبعتش الانديه المشاركه، فبعتوا لنادي الزمالك يخاطبوا نادي الزمالك عشان ينسقوا مع نادي الزمالك. انت تطلع رئيس بعثه، تبعت حد تاني رئيس بعثه، تبعت فاروق جعفر، تبعت حسين السيد، تبعت ايا كان، تبعت صفار، اي حد تبعته انت حر، ده رئيس البعثه بتاع نادي الزمالك. لكن يبعت لك ايه بأمارة ايه؟ ان سعادتك يبعت لك دعوه شخصيه مثلا زي اللي راحت للخطيب ولا حسن حمدي، حضرتك شخصيه معروفه قوي كده، حضرتك اسطوره مثلا، حضرتك طب تعالى نسال الناس، الخطيب تعرفوه؟ طب حسن حسين لبيب تعرفوه؟ ايه كم واحد يعرف حسين لبيب يعني؟ ده انا اقسم بالله ما كنت اعرفك يا حسين يا لبيب قبل ما تبقى رئيس اللجنه بتاعت نادي الزمالك، ما كنتش اعرف شكلك، ما كنتش اعرف ولا كنت اسمع اسمك. انت محتاج دعوه بقى شخصيه باسمك عشان تحضر بمناسبه ايه؟ لكن هل نادي الزمالك ما راحتلوش دعوه ونسقه مع الاتحاد اللي راحت ايه بقى لكن تاني وتالت وعاشر قصه الخطيب، قصه نار الخطيب اللي شعللت 100 عقده، 100 عقده وعقده، وحسن حمدي. لكن قصه ده الناس سابوا نادي الزمالك وعدم الدعوه ومسكوا في ازاي حسن تبعت لي فلان وفلان، انت مال اهلك يا اخي؟ انت ما يبعت زي ما هو عايز، ها انت مالك، انت مالك ليك فيه، انت مسؤول، انت تحاسبه بتاع ايه؟ تحاسبه في جماعه عموميه بتحاسب، انت شغلتك ايه انت؟ لكن حسين ما بعتليش لا دعوه ولا رسميه ولا شفهيه، انت مش بعد نسقه مع نادي الزمالك؟ ولا نادي الزمالك رايح كده ما يعرفش هيقعد فين وهيروح فين، مفيش تنسيق تم؟ ان نهزر بقى ليه؟ لكن نسكت. اصلا انا كنت عايز دعوه زي ايه؟ زي الخطيب. طب انت مين يعني؟ مع احترام زيك زي الخطيب مين يعني؟ يعني انت تجي للزمالك دعوه والتنسيق وكمان يجي لك دعوه ايه اللي الكلام اللي انا بنصح كل واحد بشكل عام بقى، ده نصيحه لكل واحد بشكل عام. اي واحد عنده عقده نقص زي ما قال الدكتور خشبه في فيلم مطارده غراميه، يقف قدام المرايه ويقول انا مش قصير ازعه، انا ده يسهول، لا انا مش انا طويل وهبل. ده في الفيلم بتاع مطارده غراميه يقولها 10 مرات قبل الاكل و10 مرات بعد الاكل. او يعمل زي فيلم بتاع شيء من الخوف واحمد توفيق، مش اسمه احمد توفيق، لما جاني كده يقول لك انا مش انا عتريس، انا داهيه سودا، يقولها 20 مره قبل النوم، ها وهو يبقى كويس يقوم كده كويس قوي. مش هنقول بقى مراهم والحرقان وشياط وبتاع، لكن نتمنى ان يكون في شويه عقل. تعبنا من التخلف، والله تعبنا من التخلف. نادي البنك الاهلي ربما يكون قريب من التعاقد مع حمدي النقاز على سبيل الاعاره من نادي الزمالك بعد صعوبه فتح باب او بعد صعوبه حل ازمه الكيد في نادي الزمالك. زي ما قلت حضراتكم كان النقاز بيبحث عن نادي القاهره علشان مدرسه بنته موجوده في القاهره، كان رافض يخرج في اي نادي على سبيل الاعاره خارج القاهره. كنا اتكلمنا عن الاثنين التانيين عمر كمال عبد الواحد نسبه كبيره قرب لفيوتشر بناء على طلب بالكابتن علي ماهر، اما محمد شبانه فبرضه بنسبه كتير كبيره ربما يكون قريب من نادي البنك الاهلي. بالنسبه بعض الناس بتتكلم دلوقتي وياسين منصور برضه ضرب استقرار، مره موسيماني اصله سافر هرب رايح جنوب افريقيا ومراته بتجهز له عرض. الوحده الاماراتي عرض 5 مليون دولار على موسيماني. بعد الوحده الاماراتي ما طلعوا نفوا قطر القطري عارض مش عارف ايه على موسيماني. بعد الامور ما هدت كله تمام التمام وموسيماني مش في دماغه وشغال الامور تمام. اصل ياسين منصور عمل
يعني اتصال هاتفي كده بمانويل جوزيه علشان مدرب الجديد اللي يبقى مدرب مانويل جوزيه، مين؟ مع احترامي طبعا كبير وتاريخه بس سنه. ثم ياسين منصور، ايه علاقته باختيار مدير فني للنادي الاهلي؟ اللي بيختار لجنه التخطيط، لجنه التخطيط مع احترامنا، لكن كله دخل مش عارف ايه على ام الخير ولا بيقولوها ايه. والله ما في حد يقول يا اخوانا بيقولوا ايه على ام الخير، بيقولوا حاجه كده جنبها، دي حطوا العيش على ام الخير ولا بيقولوها ايه يعني. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.